مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة العاشرة. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمسي اجتماعا لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على عدد من المراسيم والعروض المتعلقة بعدة قطاعات، حيث أسدى السيد الرئيس جملة أوامر وتوجيهات. فبخصوص التحضيرات للدخول المدرسي المقبل، شدد السيد الرئيس على ضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة، كما كلف وزير الداخلية بمتابعة ظروف النقل المدرسي وتحسينه، موجها إلى الإسراع في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم، مع التأكيد على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاعي التربية قبل الدخول المدرسي. وفي قطاع الشباب والرياضة، شدد رئيس الجمهورية على رفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط، مع إلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية، إضافة إلى إعادة تنظيم الثانوية الرياضية بما يسمح بفتح ملاحق جهوية بقسنطينة ووهران وورقلة، مع تحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة. أما فيما يتعلق بالتدابير الاستعجالية لإنعاش قطاع السياحة، فقد وجه السيد الرئيس بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية وترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا، ومراجعة سياسة الأسعار الحالية مع إشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها. وعن الجهاز التنظيمي والعملي لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ، جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بتحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، مع استحداث نظام مراقبة فعال على البطاقية الوطنية للبطالين. أما بخصوص قطاع الصحة، فقد أمر السيد الرئيس بأن يكون استغلال المخزون الوطني من اللقاح المستورد بمراعاة تقدم وتيرة الإنتاج المحلي مستقبلاً. برلمانيا، يعرض في هذه الأثناء الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن مخطط عمل الحكومة للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. ويرتكز المخطط أساسا على إدخال إصلاحات هيكلية هامة على الصعيدين المؤسساتي والاجتماعي الاقتصادي. في المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيدات والسادة أعضاء الحكومة، السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة الحضور، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لي في البداية أن أعبر لكم عن خالص التهاني بمناسبة فوزكم بثقة الشعب الجزائري لتمثيله في هذا المجلس الموقر، من أجل التعبير عن تطلعاته وآماله ورفع انشغالاته ومطالبه والسعي لتحقيقها بالتنسيق مع الحكومة التي لن تدخر جهدا في التنسيق الدائم والتعاون الوثيق مع البرلمان. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، تطبيقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 106 منه، وحرصا منا على تكريس قيم ومبادئ الشفافية والمساءلة، يشرفني أن أعرض على مجلسكم الموقر مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية. يعتبر هذا المخطط الخط التوجيهي الذي تبنى عليه مساعي الحكومة، حيث راعينا فيه الجانب العملياتي مع ترتيب الأولويات وفق ما يقتضيه الظرف الحالي، وكذا الأهداف التي سطرها السيد رئيس الجمهورية ضمن التزاماته، والتي ستعمل الحكومة جاهدة على تثمين وتعزيز ما تحقق منها والمضي قدما في إنجاز ما بقي من هذه الأهداف والالتزامات في إطار بناء أسس الجزائر الجديدة. وقبل التطرق إلى محاور مخطط عمل الحكومة، بود الإشارة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تزامنت وإعداد هذا المخطط، لا سيما الأزمة الصحية التي تعرفها بلادنا على غرار معظم دول العالم،
والتي تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود من أجل مجابهة الوباء وكذا مخلفاته وتداعياته على جميع الأصعدة الصحية، وتنظيم السير الحسن للمرافق العمومية وتيسير تنقل الأشخاص والسلع، وكذا ضمان تنظيم التموين بالسلع والخدمات الضرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على حركية النشاط الاقتصادي. هذه الظروف تفرض علينا جميعا كل من موقعه ومسؤولياته أن نتجند ونعمل معا لرفع التحديات التي تواجهها بلادنا من أجل ضمان حياة كريمة لمواطنينا وغد أفضل لأبنائنا في ظل الأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية. إن الحكومة التي شرفني السيد رئيس الجمهورية بتسييرها عازمة كل العزم على العمل من أجل التجسيد الفعلي في الميدان للإرادة القوية في بناء جزائر جديدة، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري العظيم الذي لطالما طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون، وطمح في حوكمة اقتصادية عصرية وشفافة وسياسة اجتماعية عادلة بعيدة عن ممارسات الفساد والمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني، حتى يستعيد الشعب الجزائري الثقة في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية. وفي هذا المنظور ستحكف الحكومة فور تزكية هذا المخطط على تنظيم عملها وترتيبه وفق المحاور الخمسة التالية: أولاً، تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة بعد الوفاء بالالتزام الذي قطعه السيد رئيس الجمهورية والقاضي بمراجعة المنظومة التشريعية على نحو يسمح بفصل المال عن السياسة، وكذا تشجيع بروز جيل جديد من المنتخبين على أساس الكفاءة والنزاهة، والذي توج بنجاح تنظيم الانتخابات التشريعية في 12 من جوان 2021، وأفضى إلى تنصيب أول مجلس شعبي وطني وفق الصيغة الجديدة. ستعمل الحكومة على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة من خلال تكريس استقلاليتها وفعاليتها عن طريق مراجعة القوانين العضوية المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الوطني للقضاء الذي سيتم تنصيبه قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله. كما تلتزم الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل تحسين نوعية وفعالية العمل القضائي والخدمة العمومية المرتبطة بالقضاء، وحرصاً منها على ضمان المساواة أمام العدالة، تلتزم الحكومة بالعمل على تسهيل اللجوء إلى العدالة خاصة عن طريق مراجعة الإطار القانوني للمساعدة القضائية وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك، فضلاً عن تحسين أداء النظام العقابي. أما فيما يخص الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فستواصل الحكومة العمل على إضفاء المزيد من المرونة على الإطار القانوني المتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، وكذا الحق في ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية. وفي هذا السياق فإن هذه الحقوق ستعزز لا محالة من خلال صحافة ووسائل إعلامية حرة ومسؤولة تعمل على ضمان حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية. وعلى صعيد آخر، سيشكل ضمان سلامة أمن الأشخاص وممتلكاتهم أولوية من أولويات الحكومة التي ستعكف على تعزيز الوسائل البشرية والمادية لمصالح الأمن، بما يمكنها من التصدي لكل إخلال بحقوق المواطنين أو المساس بممتلكاتهم، ومن الاستمرار في مكافحة الجريمة بكل أشكالها خاصة ما تعلق بالجرائم السيبرانية وتلك المرتبطة بتبييض الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وكل المحظورات. إلى جانب ذلك، ستسعى الحكومة إلى وضع سياسة جديدة للوقاية من حوادث الطرقات من خلال قانون جديد متعلق بتنظيم أمن وشرطة المرور. وبما أن تجديد الحوكمة من أجل مزيد من فعالية الأداء وإضفاء شفافية أكبر يكتسي طابعاً استراتيجياً ويعد شرطاً أساسياً لنجاح أي عمل إصلاحي في جميع المجالات، فإن الحكومة تلتزم لذلك بمواصلة الإصلاحات ولا سيما منها الرامية إلى ضمان التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بغية ترقية العمل البرلماني والتجسيد الممارسة الديمقراطية، إصلاح التسيير العمومي إيماناً منها بأن التسيير الناجع للمالية العمومية يشكل إحدى الركائز الأساسية لتجديد الحوكمة وتسهيل التعبئة الفعالة والتخصيص الأمثل والاستخدام الفعال والشفاف للموارد العمومية تماشياً مع التحولات الاقتصادية التي تعرفها بلادنا. مواصلة الإصلاحات الجبائية ضمن مقاربة شاملة من أجل دعم الرؤية الاقتصادية الجديدة، وكذا لمواجهة متطلبات استعادة توازنات الحسابات العمومية الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية. ترقية الحس بالالتزام الضريبي وتعزيز قدرات تعبئة الموارد لاستكمال عصرنة الإدارة الجبائية، مع ترسيخ مبدأ العدالة أكثر فأكثر في توزيع الأعباء الضريبية بين أعوان اقتصاديين من أسر ومتعاملين، من أجل ضمان إعادة توزيع عادل للثروة ضمن نسق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. إطلاق إصلاحات هيكلية للمالية المحلية وخاصة الجباية المحلية، ووضع قواعد تسيير جديدة لميزانية الجماعات المحلية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، إن ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة بغية تحقيق الاستدامة واستعادة توازن الحسابات العمومية يفرض وضع آلية جديدة للدعم ترتكز على استهداف أفضل للمستفيدين منه دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة ودورها في التكفل بالفئات الهشة والحفاظ على القدرة الشرائية تماشياً مع مبدأ العدالة الاجتماعية. من جهة أخرى، تشكل استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عاملاً مهماً بل وفاصلاً في إنجاح مسار الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع الميادين، وهو ما تعتزم الحكومة العمل على تحقيقه من خلال مواصلة أخلقة الحياة العامة وتغليب الأداء النوعي في العمل الإداري. فضلاً عن ذلك، ستواصل الحكومة العمل على ترسيخ الجدارة والكفاءة والنزاهة كمعايير الالتحاق بالوظائف العمومية للدولة في كنف الشفافية، بالإضافة إلى عصرنة الإدارة العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية دون إغفال إعادة تنظيم الإدارة العمومية وتحسين تسيير وأداء المرفق العام. ومن أجل تحقيق هذا المسعى، ستولي الحكومة أهمية خاصة للتعجيل باستكمال مسار تبسيط الإجراءات الإدارية باعتبارها ركيزة أساسية في مسار عصرنة الإدارة العمومية، ولا سيما تلك التي لها أثر مباشر على تحسين ظروف معيشة المواطنين. كما تلتزم الحكومة بتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوفير جميع شروط تحقيق الحوكمة الإلكترونية ضمن مقاربة شاملة ومنسجمة تتيح الاستعمال المشترك للموارد وإنشاء آليات الترابط البيني بين مختلف الفاعلين وتعزيز إنتاج المحتوى الرقمي الوطني، وكذا تأمين الأنظمة المعلوماتية الوطنية. وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها المنظومة الوطنية للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي توفر لوحة قيادة كآلية مساعدة على اتخاذ القرار ورسم السياسات العمومية ومتابعتها وكذا تقييمها، فقد جعلت الحكومة في صلب اهتماماتها حيث تلتزم بعصرنة هذه المنظومة بجميع مكوناتها، لا سيما إعادة تنشيط المجلس الوطني للإحصاء وتعزيز آليات التقييم والرقابة، خاصة عن طريق تدعيم المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. أما بعنوان الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، فإن مخطط عمل الحكومة في سياق التعافي والانتعاش الاقتصاديين يهدف أساساً إلى رفع تحدي ضمان استدامة المالية العمومية، فضلاً عن تمويل مخطط الإنعاش الاقتصادي بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات. وبهذا الخصوص، ستعمل الحكومة على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية، ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين حوكمته وترقية احترافية مختلف الفاعلين فيه. تكثيف شبكة البنوك والتأمينات وفتح وكالات بنكية بالخارج، والتعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة
عدد الوكالات البنكية عمومية وخاصة بثلاثين وكالة كل سنة، وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5% في كل سنة، كما ستعمل على توفير أكثر من 16 مليون بطاقة ما بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية، والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024، مواصلة العمل على استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي، وكذا امتصاص السوق الموازية للعملة الصعبة، لا سيما عن طريق زيادة معدل نمو جمع الموارد، وكذا رفع عدد الحسابات البنكية. تطوير الإطار القانوني والمؤسسات للمالية المبتكرة كالبنوك الإسلامية، وتنشيط البورصة بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة. إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، حيث عرف هذا القطاع عدة إصلاحات رافقتها عملية تطهير مالي ومخططات تقويم وتطوير تمت على عاتق الخزينة العمومية والبنوك العمومية، ومع ذلك لا يزال يشكل عبئاً على الدولة، غير أنه يعول عليه كثيراً من أجل بناء النموذج الاقتصادي الجديد القائم على تنويع الموارد. ولهذا الغرض تلتزم الحكومة في إطار مقاربة جديدة لتسيير مساهمات الدولة بتجديد الحوكمة، حيث ستعمل على إعادة هيكلتها بعد عمليات تقييم وتدقيق معمق ومراجعة الإطار القانوني المسير لمساهمات الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية والشراكة، وتشجيع المبادرة ولا سيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير ووضع عقود النجاعة والالتزام للمسيرين بالنتائج. كما سيتم إعادة بعث نشاطات المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الوحدات المتوقفة مع تثمين الأصول غير المستغلة في إطار الشراكة. إلى جانب ذلك سيتم تحسين جاذبية بيئة الاستثمار، وهذا بتسهيل فعل الاستثمار عن طريق ضمان استقرار الإطار القانوني الذي ينظمه، وكذا تسهيل إجراءات وتبسيطها ورقمنتها، فضلاً عن إنشاء الشباك الوحيد للاستثمار. وسوف يتم العمل أيضاً على ترقية إطار تطوير المؤسسات المصغرة والمقاولاتية عن طريق توفير بيئة ملائمة ومحفزة ضمن إطار يضمن الشفافية والنجاعة ويعزز الابتكار ورفع الإنتاجية وتوفير مناصب الشغل ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني. كما سنعمل على الإسراع بتطهير الملفات العالقة لأصحاب المؤسسات المصغرة، حرصا على تشجيعهم على الالتزام بروح المقاولاتية. من جهة أخرى وتماشيا مع الثورة المعرفية وما أحدثت من تغيرات تكنولوجية واقتصادية، فرضت ضرورة إعادة التفكير في أهداف التنمية الشاملة واعتبار المحددات الجديدة للنمو الاقتصادي، تلتزم الحكومة بمواصلة وضع إطار بيئي ملائم للابتكار وداعم للإبداع، سيكون فيه للمؤسسات الناشئة دور كبير على رفع تحدي الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وتسريع مسار التحول الرقمي. وأمام ظاهرة استفحال القطاع الموازي وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني، تلتزم الحكومة بمواصلة الجهود لوضع الآليات والأدوات اللازمة لاستقطاب موارده وإدراجها ضمن قنوات التعامل الرسمي، من منطلق مقاربة جديدة أساسها استعادة الثقة في الإدارة وفي مختلف هياكل ومؤسسات الدولة. وإذ تلتزم الحكومة بمعالجة عميقة وشاملة لمسألة العقار بصفته عاملا يرتكز عليه إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج، فإنها ستعكف على الاستمرار في تطهيره وتوجيهه نحو الاستثمار الحقيقي المنتج الخلاق للثروة ووضعه تحت تصرف المستثمرين الجديين. كما ستعمل الحكومة على إنشاء مناطق للنشاط وتوسيعها حسب احتياجات المستثمرين وكذا البلديات. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، إن جهود الحكومة ستنصب في إطار مخطط عملها على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو الاقتصادي والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والمناجم من خلال تثمين الموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل في قطاع المحروقات من 30% حالياً إلى 50% في سنة 2022، إضافة لاستغلال الثروة المنجمية
هذه الثروة التي عانت من عدم وجود استراتيجية وطنية واضحة المعالم، والتي حان الوقت للعمل على الرقي بها بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من المواد الأولية المعدنية، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد. وأشير هنا إلى مواصلة الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات، حيث سيرتفع من 7.4 مليار دولار سنة 21 إلى ما يقارب 10 مليار دولار سنة 23، مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 21 إلى 195.9 مليون طن معادل بترول سنة 2023. وفي هذا السياق، وبالنظر إلى الانتقال إلى أن الانتقال الطاقوي الذي يشكل هو الآخر رافدا مهما للنمو الاقتصادي بفضل ما تزخر به بلادنا من ثروات في مجال الطاقات المتجددة، فقد أولته الحكومة عناية خاصة وجعلته محورا مهما في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام من خلال إنتاج 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة في آفاق 2035. وعلى صعيد آخر، سيتم العمل بكل حزم على تطوير الشعب الصناعية التي تساهم في التنوع الاقتصادي عن طريق إنشاء هيئة بصلاحيات واسعة لإدارة مختلف الآليات التي تمنح مختلف مزايا والتحفيزات للمؤسسات الصناعية بهدف ضمان استهداف أفضل لهذه المزايا وتوجيه الاستثمارات الصناعية نحو المناطق ذات الإمكانات الكبيرة وتحديد الأنشطة المتراجعة. كما ستعمل الحكومة على تطوير القدرات الصناعية الوطنية تحقيقاً للاكتفاء الذاتي وتوجيه الفاضل الفائض بالتالي نحو التصدير للأسواق الخارجية بعد التمكن من استيفاء الشروط التنافسية. وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، ستواصل الحكومة تطبيق سياسة متناسقة تسمح بعصرنة القطاع وإضفاء الفعالية اللازمة عليه، بما يجعله قطاعا منتجا للثروة وخاصة الزراعات الاستراتيجية والمواد ذات الاستهلاك الواسع، من أجل تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في الحد من اختلال الميزان التجاري والتنويع الاقتصادي. وستكون للمعاهد الوطنية للبحث الزراعي دورا رائدا وفعالا لتمكين بلادنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك بإشراكها في التنمية وتطوير الأساليب المعتمدة، خاصة فيما تعلق منها بتكوين وإنشاء بنوك الجينات. كما ستعمل الحكومة على تطبيق برنامج طموح يهدف إلى تنمية المناطق الريفية والمساحات الغابية والصحراوية والمناطق الجبلية وكذا الهضاب العليا التي سيكون لها الأثر البالغ في زيادة النمو الفلاحي، ضمن مقاربة شاملة تشجع الاستثمار الخاص والمبادرات المقاولاتية وترتكز على التكنولوجيا والتقنيات العصرية. ومن بين الأهداف التي ستعمل الحكومة على تحقيقها نذكر على الخصوص رفع المساحات المسقية إلى 200 ألف هكتار، وكذا السقي بالتقطير إلى 500 ألف هكتار، وكذا توفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب. كما ستعمل الحكومة على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها رفع الإنتاج من المنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب، حيث سنعمل على إنتاج 65 مليون قنطار سنة 22 و 71.8 مليون هكتار قنطار سنة 24، ورفع إنتاج الزراعات الصناعية بحيث سنعمل على تغطية 25% من احتياجاتنا من السلجم الزيتي و 33% من الذرة في آفاق 24. كما سنعمل على ارتفاع بذور إنتاج بذور البطاطا حيث نستهدف تغطية احتياجات الوطنية في آفاق 24. ومن أجل هذا، وعملا بمبدأ الأرض لمن يخدمها، سيتم منح الأراضي الفلاحية حسب معايير جديدة مبنية على دفتر شروط صارم يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها. وفيما يتعلق بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، فستواصل الحكومة العمل على تطوير تربية المائيات والصيد في أعالي البحار من أجل زيادة العرض الوطني من المنتجات الصيدية، بالإضافة إلى تطوير بناء السفن وصيانتها للرفع من قدرات الأسطول الوطني للصيد البحري وتربية المائيات بإمكانيات وكفاءات وطنية. وضمن هذا الإطار،
سيتم رفع كمية المنتجات الصيدية من 104 ألف طن سنة 21 إلى أكثر من 166 ألف طن سنة 24. وفي هذا الإطار ستعمل الجزائر على الرفع من نسبة صيد سمك التونة، كما سنعمل على إنشاء أكثر من 20 ألف منصب عمل دائم، وسيتم تدعيم المنشآت التحتية بثلاث موانئ للصيد في أعالي البحار، بالإضافة إلى دعم الأسطول بعشرين سفينة صيد عالية وثمان سفن للصيد في أعماق البحار. وعلى صعيد آخر، ستحظى الصناعة الصيدلانية بالأولوية في مخطط عمل الحكومة في إطار سعيها لضمان الأمن الصحي ومواصلة جهود تطوير هذا القطاع الاستراتيجي بغرض توفير المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ودعم التنمية الصناعية للقطاع من خلال توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة المضافة العالية، ولا سيما المضادات الحيوية وأدوية السرطان والأنسولين وغيرها من المواد المستوردة، قصد تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 70% من الأدوية الجنيسة، وتعزيز التصنيع المحلي للمدخلات والمواد الخام والمساهمة في الحد من اختلالات الميزان التجاري. وبهذا الشأن تهدف الحكومة إلى تقليص فاتورة الواردات بمبلغ 500 مليون دولار سنة 21، مع الاستمرار في نفس الوتيرة في السنوات المقبلة، كما ستعمل على إرساء قواعد شراكة مبنية على الربح وتبادل التكنولوجيا، خاصة حرصا على الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأدوية والولوج إلى الأسواق الخارجية بقدرات تنافسية أكيدة. أما بالنسبة لترقية الجانب السياحي وإقامة صناعة سياحية حقيقية، فإن الحكومة تلتزم بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر من خلال دعم عمل وكالات السياحة والأصفار خصوصا، وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب، والترويج لظهور مراكز الامتياز السياحية التي تلبي المعايير الدولية وخاصة ذات الطابع الثقافي والديني على مستوى المناطق الجنوبية. وفي هذا السياق ذاته تلتزم الحكومة بتطوير السياحة الداخلية من خلال إشراك الوكالات السياحية وتوفير بيئة مواتية لاستقبال السياح من خلال وضع سياسة عملية وإشراك العائلات في عملية الإيواء، مما سيخلق حركية اقتصادية أكيدة على مستوى المناطق الجبلية وذات الوعاء السياحي الأكيد. كما سيتم استكمال برنامج عصرنا وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية وتشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود في مجال السياحة من خلال الترويج للأنشطة الحرفية من أجل جعلها صناعة حقيقية، ودعما للقطاع السينمائي بما يجعله أحد روافد الاقتصاد الوطني. ستعمل الحكومة على وضع آليات تسمح بتهيئة الظروف المناسبة والفعالة لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية تقوم على تشجيع الاستثمار وتحرير المبادرات، بما يجعل الجزائر قطبا إقليميا ولما لا دوليا لإنتاج وتصوير الأفلام. كما ستعمل الحكومة على ترقية المسرح بما يجعله فضاء لترقية المواهب الحقيقية، فالمسرح أبو الفنون، ولا بد أن يكون دوره في الجزائر الجديدة فعالا لبناء ثقافة المواطنة وحب الوطن. من جهة أخرى، ستواصل الحكومة مسعاها الطوعي لتنفيذ سياسة تجارية تهدف إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات وضبط الواردات وتقليصها دون المساس بالاحتياجات الحيوية للمواطنين ومتطلبات الاقتصاد من المدخلات، إلى جانب مكافحة التبذير، وكذا من خلال حماية المنتجات التي يتم تلبية الطلب عليها من إنتاج المحلي. كما تلتزم الحكومة بمواصلة جهودها في مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير، هذا السرطان الذي نخر جسم الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، وحان الأوان للقضاء عليه نهائيا وردع كل من يلجأ إلى هذه الممارسات الهدامة. وإذا ستعمل الحكومة كذلك على تطهير المجال التجاري، فإنها تلتزم بوضع الأدوات والآليات اللازمة لضمان التنظيم والإشراف الأفضل على التجارة الداخلية، خاصة من خلال مكافحة التجارة غير الرسمية وإعادة تنظيم السوق وأخلقة النشاط التجاري ورقمنة القطاع التجاري وتطوير التجارة الإلكترونية وحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة ومكافحة الغش. وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، ستواصل الحكومة العمل وفق مقاربة اقتصادية على دعم إنشاء المؤسسات بكل أنواعها
وخاصة في قطاعات المنتجة والمنشئة لمناصب الشغل والثروة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الحكومة على تنمية القدرات والكفاءات وكذا مواءمة مخرجات التكوين مع سوق العمل. وفي هذا الإطار سيتم العمل على ترقية التشغيل ودعم إنشاء النشاطات عبر دعم المرقين ومرافقة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى السهر على توفير كل الشروط المواتية لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وحرصاً على تطوير منشآت الدعم الأساسية كعامل أساسي للتجديد والإنعاش الاقتصاديين. سيتم العمل على تطوير الهياكل الأساسية لدعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال تحسين نوعية توصيل المتعاملين والمواطنين المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين بمختلف شبكات الاتصال وتعميم الانترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، انطلاقا من ان رقمنة الاقتصاد تتطلب اولا بيئة رقمية مواتية موافقة للمعايير الدولية. كما تلتزم الحكومة بتطوير وعصرنة المنشآت اللوجستية قصد تخفيض تكاليف التصدير وتحسين تنافسية المنتجات المحلية، وذلك من خلال تزويد البلاد بمنصات لوجستية وتطوير شبكة السكك الحديدية وتطوير أسطول الملاحة البحرية وتعزيز قدرات الاستقبال على مستوى المنشآت المينائية. من جهة أخرى، ستعمل الحكومة على الاستغلال الأمثل للمنشآت المينائية الموجودة حاليا والتي لم تستغل بالدرجة والكيفية اللتين تسمحان بالمعالجة المثلى للبضائع الواردة منها أو المصدرة. وبالنسبة لقطاع الموارد المائية وبغية تحقيق الأمن المائي، وبالنظر إلى الأثر المباشر لهذه المادة الحيوية على نوعية الحياة ودورها في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة ستلتزم بضمان تزويد كامل التراب الوطني بمياه الشرب بدعم من الدولة ورفع نسبة الربط بشبكة المياه إلى 99% وترشيد استهلاك المياه وتوفيرها عبر الجمع بين تحلية مياه البحر على مسافة 150 كيلومتر انطلاقا من الشريط الساحلي، وزيادة قدرة إنتاج المياه عن طريق التحلية إلى 3.8 مليون متر مكعب يوميا في آفاق 24، والربط بين السدود وأنظمة تحويل الماء وكذا استغلال الموارد الباطنية النائمة شمال الصحراء. أما بخصوص توفير الخدمات العمومية الأساسية، فسوف تلتزم الحكومة بالعمل على تحسين هذه الخدمات، لا سيما توفير مياه الشرب والتطهير الذي ستوليه الحكومة الأولوية في السنوات القادمة، حيث ستعمل على صيانة الشبكات والمعدات وإعادة تأهيلها ورقمنة مختلف المهام المتعلقة بتسيير المياه وتعزيز الإجراءات في مجال اقتصادها والحفاظ عليها ومكافحة التبذير. فضلا عن ذلك، ستعمل على إعادة تأهيل وتوسيع شبكات الصرف الصحي من أجل زيادة نسبة ربط الساكنة بهذه الشبكات من 91% حاليا إلى أكثر من 93%، بما يعادل 50,000 كيلومتر في آفاق 2024. كما ستعمل الحكومة على رفع القدرات الوطنية في مجال التخزين لتصل إلى 12 مليار متر مكعب عبر إنجاز واستغلال سدود جديدة لتصل إلى 85 سد في آفاق 24، وكذا إنجاز آبار ومنافذ مائية صغيرة، حيث سترتفع عدد المنشآت الصغيرة من 590 حاليا إلى 630 منشأة في آفاق 24. أخيرا، وبالنظر إلى الأهمية البالغة للشراكة بين القطاعين العام والخاص كبديل مهم لتمويل وتنفيذ الاستثمار في منشآت الدعم الأساسية وأداة مميزة لتوفير وإدارة المرفق العام، سيرتكز عمل الحكومة على إصدار قانون خاص لهذا الغرض وكذا إنشاء إطار مؤسسي من خلال إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة الاستثمار التي ستتم في هذا الإطار وإعداد القائمة بالمشاريع المؤهلة للشراكة. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، إن الحكومة أمام الرهانات الجديدة التي يطبعها تسارع التحولات في العالم في كل الميادين، قد وضعت التنمية البشرية في صلب اهتماماتها من أجل مواكبة هذه التحولات التي تستدعي ترسيخ المكتسبات وتعزيزها، خاصة وأن نجاح الإصلاحات التي باشرتها الحكومة على جميع الأصعدة مرتبط بمستوى التنمية البشرية وعلى وجه الخصوص نوعية رأس المال البشري ومستوى معيشة المواطن وكذا العدالة الاجتماعية. وفي هذا المنظور،
تعتزم الحكومة تعزيز رأس المال البشري من خلال ترقية مختلف مكوناته المتمثلة في مجال الصحة، حيث ستعمل الحكومة على تثمين المكتسبات المحققة من خلال العمل على التحسين المستمر لنوعية المنظومة الصحية وبلوغ تغطية صحية شاملة تستهدف تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري، مما سيسمح بتحقيق معدل أفضل للمؤشرات المرجعية للصحة العمومية. وفي مجال تحسين نوعية التعليم سيتم القيام بإصلاحات بيداغوجية عميقة لا سيما في الطور الابتدائي وإعادة الاعتبار للتخصصات ولا سيما العلمية والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية، وكذا تحسين نوعية التأطير. كما ستعمل الحكومة على وضع الأسس الضرورية لإطلاق فرع البكالوريا الفنية الذي جاء بها برنامج السيد رئيس الجمهورية. وفي مجال التعليم العالي سيتم رفع تحديات ضمان جودة التعليم وتكييفه مع سوق العمل وانفتاح الجامعة المحيط الاقتصادي، وكذا تحسين حوكمة مؤسسات التعليم العالي وضمان التكفل بالمهمة الاجتماعية والمجتمعية للمؤسسات الجامعية. كما سيتم بإذن الله خلال السنة الجامعية 21-22 إطلاق المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وهما الهيكلان اللذان قرر السيد رئيس الجمهورية استحداثهما اعتبارا لما لهذين الاختصاصين من دور بارز ورائد في العصر الحالي. وسيتم دعم هاتين المدرستين بكل الإمكانيات التي تسمح لهما بالرقي إلى أحسن مستوى من التكوين والتنافسية. وفي مجال البحث العلمي سيتم إنشاء أقطاب امتياز في البحث العلمي وحاضنات وفروع في المؤسسات الجامعية والبحثية لترقية الإبداع والابتكار والاستجابة لمتطلبات المحيط الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على ربط المؤسسات الاقتصادية الوطنية بمخابر البحث العلمي على مستوى الجامعات وإعطاء المخابر الوطنية الأولوية في مجالاتها على الخبرة الأجنبية. وبهذا الشأن ومن بين الأهداف التي وضعتها الحكومة أخص بالذكر رفع نسبة الأساتذة الباحثين الحائزين على شهادة الدكتوراه من 63.7% إلى 90% من هيئة التدريس الإجمالية، تحسين معدل التأطير البيداغوجي الوطني عبر نقله من معدل أستاذ واحد لكل 25 طالب إلى أستاذ واحد لكل 22 طالب وأستاذ لكل 18 طالب في العلوم والتكنولوجيا، إحداث 100 مشروع بحث مختلط مع قطاع الصناعة كل سنة مع التأكيد على إيلاء البحث التطبيقي أقصى درجة من الاهتمام، حيث ستتم متابعة تكريس كل البحوث في الميدان. وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين سيتواصل تكثيف عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل وترقية فروع التكوين التقنية والعلمية والتكنولوجيا، وكذا وضع آلية لليقظة في مجال المؤهلات وإدماج أصحاب الشهادات، وكذا إصلاح تنظيم وتسيير مسار التعليم المهني ومنظومة التوجيه مع دعم التكوين في المقاولاتها. وفيما يتعلق برفع قدرات التكوين المهني فقد سطرت الحكومة عدة أهداف نذكر منها على الخصوص رفع عدد مؤسسات التكوين بأكثر من 50 مؤسسة تكوين سنوياً، ليرتفع العدد من 2003 في سنة 21 إلى 2169 آفاق 24، بالإضافة إلى رفع قدرات التأطير سنوياً لتنتقل من 20,547 أستاذ حالياً إلى 25,171 أستاذ سنة 24. أما فيما يتعلق بالتراث الثقافي فإن الحكومة تلتزم بالحفاظ عليه وتثمينه من أجل نقله إلى الأجيال القادمة وتفعيل دوره الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، حيث ستتم مرافقة الإبداع الفني والمقاولاتية الفنية عن طريق تثمين مهنة الفن والفاعلين في المجال الفني، وكذا ترقية التربية الفنية في المواد المدرسية والجامعية. بالإضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على ترقية النشاطات البدنية والرياضية خاصة في الوسط الجامعي والمدرسي والرياضة الجماهيرية من جهة، واكتشاف المواهب الرياضية الشابة ومرافقتها لتكوين فئة النخبة من جهة أخرى. وفي هذا المجال ستعمل الحكومة على إعادة النظر في المنظومة الرياضية الوطنية بهدف السماح للكفاءات بتسيير مختلف المجالات الرياضية
في إطار استراتيجية وطنية قصيرة متوسطة وبعيدة المدى تنطوي على بناء نخب وطنية في جميع التخصصات بهدف الاستدامة والاستمرارية بعيداً عن الآنية والمناسباتية. من جهة أخرى سنعمل على إلى أقصى درجات الاهتمام بذوي الهمم من خلال توفير كل آليات والأمكانيات لتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية في أحسن الظروف، وسيتم العمل على تعزيز الشراكة الشباب في مسار التنمية الوطنية من خلال وضع المخطط الوطني للشباب حيز التنفيذ بما يستجيب لانشغالات الشباب وتطلعاتهم والاضطلاع بمسؤولياتهم على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وبعنوان تحسين إطار المعيشي للمواطنين، ستعكف الحكومة على تحسين التنقل والنقل وكذا التهيئة العمرانية والعمل على تعزيز احترام قواعد التعمير وحماية البيئة والتنمية المستدامة، وهذا بإشراك كل الهيئات الفاعلة في المجتمع المدني بهدف ترقية المحيط وتحسين الظروف البيئية لإعطاء الصورة المثلى لمدننا، خاصة وأن الجزائر مقبلة على تنظيم عدة تظاهرات جهوية ودولية. فبخصوص تحسين التنقل والنقل، ستعمل الحكومة على تطوير وسائل نقل حديدة وفعالة لا سيما بإدخال أنظمة ذكية لإدارة حركة المرور في المدن الكبرى، كما ستعمل على الرفع من قدرات مختلف شبكات النقل وإنشاء بنية تحتية جديدة للنقل متعدد الوسائط، وعلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم نشاط النقل وتحسين الحوكمة من أجل تقليل التكاليف اللوجستية. وفي مجال التهيئة العمرانية والمشاريع المدمجة وبغية ضمان بيئة حضرية وريفية ملائمة لحياة مزدهرة للمواطنين، ستعمل الحكومة على تحيين الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالتهيئة العمرانية وسياسة المدينة من أجل مواصلة إنشاء مدن جديدة وفق متطلبات التنمية المستدامة لا سيما في مجال الفعالية الطاقوية. فضلاً عن ذلك، تعتزم الحكومة تنفيذ سياسة حقيقية للتعمير تأخذ بعين الاعتبار المقاييس المعمارية وتحافظ على التراث وتثمنه. وسينصب عمل الحكومة أيضاً على حماية البيئة وتوفير ظروف التنمية المستدامة وتثمين الطبيعة والتنوع البيئي والتكنولوجيات الخضراء وتسريع إرساء الاقتصاد الدائري وكذا مكافحة الاحتباس الحراري والتلوث بجميع أشكاله. ومن أجل ذلك ستعمل الحكومة على وضع رؤية جديدة للحوكمة ترتكز على إعادة التوازن الإقليمي بين الشمال والجنوب، وتضع البيئة الصحراوية من بين الأولويات، وذلك من خلال أعمال تثمين كل ثرواتها والمحافظة على مواردها الطبيعية. وفي إطار التأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج إلى مرافقة، تلتزم المحاكمة الحكومة بمواصلة تنفيذ البرنامج الطموح الهادف إلى تقليص الفوارق ومظاهر التباين بين المناطق في مجال التنمية، وفك العزلة عن المناطق النائية من خلال مواصلة تعميم ربطها بمختلف الشبكات أو العمل على إدماجها في أقطاب حضرية أو عمرانية. كما تلتزم الحكومة بمواصلة الجهود الرامية لتقليص هذه الفوارق من خلال اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة مع إنجاز مشاريع ذات أبعاد اجتماعية ثقافية واقتصادية. وبعنوان السياسة الاجتماعية، ستلتزم الحكومة بتجسيد تحسين القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة دعمها بالإضافة إلى ترقية وتحسين التكفل بالفئات الهشة، وهذا بوضع آليات شفافة تضمن استهداف أفضل للمستفيدين الحقيقيين واستكمال إعداد السجل الاجتماعي الموحد، حيث ستولي الحكومة عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال والمراهقين وكذا الأسرة بصفة شاملة. وبالموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة على تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة الذين ليس لهم أي دخل، ولهذا الغرض سيتم تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذا الترتيب الجديد. علاوة على ذلك، فإن الحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما يعتبر ضمن أولويات الحكومة التي ستعمل على توسيع وعاء الاشتراك والإدماج التدريجي للناشطين في القطاع الموازي، إلى جانب إمكانية إنشاء فرع للتقاعد التكميلي
قصد تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين وإنعاش التوازنات المالية لفرع التقاعد وزيادة مساهمات التعاضديات الاجتماعية. وفي مجال السكن، ستستمر الحكومة في تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى ضمان سكن لائق حسب الصيغ المكيفة أو التي سيتم إنشاؤها مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية وضمان الإنصاف الاجتماعي. كما تلتزم الحكومة بالاستمرار في إنجاز السكنات وحشد الموارد المالية وتوجيهها بصفة أكثر فعالية، وتنظيم تسيير العقار الحضري ومواصلة العمل على القضاء على البيوت القصديرية. وضمن هذا الإطار، وإضافة لاستكمال برنامج الجاري، البرامج الجاري إنجازها وتسليمها وعددها 842823 سكن بمختلف الصيغ والمتبقية من البرامج السابقة، ستعمل الحكومة على تسليم أكثر من 579500 مسكن بمختلف الصيغ موزعة في الفترة 21-24، والتي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية المتضمن بناء 1,000,000 سكن، مما سيحسن معدل شغل السكن، حيث ستسعى الحكومة إلى بلوغ هدف 4.18 ساكن لكل مسكن في آفاق 24. وأخيراً، ستعمل الحكومة على استكمال البرامج العمومية الهادفة إلى ضمان تزويد أفضل بالطاقة، وخاصة استكمال برنامج ربط 398,000 مسكن بشبكة الغاز و 112,000 مسكن بشبكة الكهرباء، إضافة إلى البرامج التكميلية الأخرى وما سيتم القيام به على مستوى المدن الجديدة والأقطاب الحضرية والمناطق الصناعية. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، إن الحكومة بعنوان السياسة الخارجية ستعمل بكل حزم وتحت قيادة السيد رئيس الجمهورية على تنفيذ التزاماته الرامية إلى تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في إطار القيم والمبادئ الثابتة التي تقوم عليها من أجل تعزيز دورها ونفوذها في الخارج. وهكذا ستواصل الجزائر الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، والعمل على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم القضايا العادلة والمشروعة، وحسن الجوار والتعاون والتسوية السلمية للنزاعات. كما سيتم توجيه العمل الدبلوماسي نحو الدفاع عن مصالح الأمة والاستقرار والأمن الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي والشراكة والسلام في العالم. كما سيتم تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية والدفاع عن مصالح جاليتنا الوطنية المقيمة في الخارج، والعمل على ترقية مساهماتها في تنمية البلاد. من جهة أخرى، وبخصوص تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، فإن الحكومة ستعمل على اعتماد مخططات عمل ملائمة وتوفير كل الوسائل اللازمة لتأمين حدودنا، وكذا مكافحة فلول الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة السيبرانية، في ظل احترامات في ظل احترام التزامات بلادنا بترقية السلم والأمن على كل المستويات الجهوية والدولية، واحترام حقوق الإنسان. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، تجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا المخطط سيتم تجسيده من خلال تبني أوراق طريق قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، التي ستكلف كل منها بتحديد مصفوفات النشاطات والأهداف المنتظرة من كل نشاط والأجال المتوقعة للتنفيذ، كما ستوضع له آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ بصفة دورية ودائمة وفق مؤشرات كمية دقيقة. ولا يسعني في ختام هذا العرض التقديمي إلا أن أنوه من جديد بأن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا البرنامج الطموح يستوجب تضافر جهود الجميع، وأن أؤكد أيضا على حرص الحكومة التي تحدوها إرادة العمل مع كل الخيرين في هذا البلد في سبيل مصلحة بلادنا، وطننا المفدى ومواطنينا، تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته السامية. وسنعمل سويا بصدق وتفاني في سبيل بلوغ الأهداف، أهداف برنامجنا وخططنا التي تستهدف تنمية شاملة ومتوازنة من أجل تعزيز وضع الجزائر واستقرارها داخليا ورفع مكانتها بين الأمم. وقل اعملوا فسوف يرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفقنا الله جميعا لخدمة البلاد والعباد. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر حرة عزيزة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كان هذا إذن عرض الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن حول مخطط عمل الحكومة ممنوع بالمجلس الشعبي الوطني للمناقشة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام، شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير. لإمضاء المرسوم الرئاسي المحدد لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 7